بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم احمد توفيق احمد عمر، استاذ مساعد في المركز القومي للبحوث قسم مواد البناء. النهارده بنحط الضوء على بعض منتجات مواد البناء اللي هي صديقه للبيئه، ومواد اسمنتات بديله للاسمنت البوتلاند العادي، زي اسمنت مغنيزي بيعتمد على اكسيد المغنيزيوم وتفاعله مع كلوريد المغنيزيوم عند درجة حرارة الغرفة عشان يدينا استرنس او جهد مقابل زي او زي البوتلاندي العادي. الاسمنت دوت فيه ميزة ان هو بيبقى لايت خفيف، وبالتالي بيبقى عازل للحرارة والصوت. ممكن نستخدم فيه المخلفات الزراعية بنسب عالية. الأسمنت دي بنقدمه كحوائط خفيفة مقاومة للرطوبة، ودي الميزة العالية فيه. وفي نفس الوقت هو موفر للطاقة لأن بيتم عند درجة حرارة الغرفة، لو قارناه بالأسمنت البوتلاند اللي احنا بنصنعه عند 1450، بحيث ان هي أسمنتات صديقة للبيئة بتقلل ثاني أكسيد الكربون في الجو اللي ناتج من صناعة مواد البناء.